عين ماضي أو ما أطلق عليها سكانها قديما البهجة، لأنها تبهج كل من زارها ومن رأى حصونها بمناظرها وقصورها وبساتينها الغناء. قصر عين ماضي تأسس حوالي سنة 500 للهجرة، أي السنة العاشرة بعد الألف الميلادي. يعود تأسيسها إلى ماضي بن يقرب العبيدي أيان الدولة العبيدية، كانت تعرف بعيونها الجارية التي كانت تجري تحت القصور وصولاً إلى بيوتها وبساتينها. في الحقيقة إذا عدنا إلى التاريخ، وكما يقول الأستاذ قدور بن روينة وهو الكاتب الخاص للأمير عبد القادر في كتابه والشاح الكتائب، أنها تأسست حوالي 105 للهجرية، أي السنة العاشرة للميلادية. فتأسست عن مؤسسها الأصلي وهو ماضي بن يقرب العبيدي أيان أو إبان، التاريخ الدولة العبيدية. فأسسها ماضي بن يقرب في هذا التاريخ، وكانت تعرف بعيون أو الماء العين الذي كان يجري ويدخل عبر القنوات إلى هذه المدينة منذ ذلك التاريخ. وفي واقع الأمر هي على شكل ربوة، كولين ما يسمى بالفرنسية، على ربوة، وهذه الربوة مرتفعة في قممها، ولذا أن أول ما بني في هذه المدينة بني على هذه الربوة. ولذا عندما نجد أنفسنا داخل هذه الربوة فإننا نجد أن البساتين التي تحيط بالمدينة على أطراف كاملة المدينة، مدينة خضراء على أطرافها لأن البساتين على رفافها. أما الحصون، هذه الحصون، هذه الرومبار التي بنيت بها المدينة، فهي حصون متينة. ولذا قلت عابر التاريخ 10 قرون، بمعنى أننا الآن يعني 10 قرون مرت وما زالت هذه القصور على شكلها. بني القصر على شكل دائري، وهو النمط السائد لبناء القصور في الصحراء. يحيط به سور عالي تتخلله أبواب خشبية توصد وتفتح طوال فترة النهار. حصن بمعنى أن الحصن يدور بكامل المدينة، بمعنى أن الأهالي والسكان هم داخل الحصون التي تحيط بهذه المدينة. أنا أتكلم الآن عن القصر القديم لأن هنالك توسع عمراني الآن أصبح على أطراف المدينة، بل الأكثر من ذلك أن مدينة عين ماضي أصبح القصر القديم الذي تؤسس منذ القديم. وهذه الحصون لها 4 أبواب رئيسية. هذا باب الذي هو خلفنا، والباب الشرقي الذي هو على يميننا، والباب الآخر الذي هو على يسارنا، والباب الآخر ونعرفه سكان عين ماضي يعرفون باب الساقية نظرا لأنه الساقية تمر بجانبه، وباب الكبير الذي يدخل على ضريح سيدي محمد الحبيب الذي جاء إلى عين ماضي هنا كما سبق وأن أشرنا بعدما كان في فاس وجاء إلى عين ماضي ثم بنى المسجد الذي هو فيه ضريحه الآن، فيسمى الباب الكبير. ثم هذا الباب الذي يسمى باب الحاف القبلي، ثم الباب الرابع الذي يسمى الباب الشرقي لأنه في الجهة الشرقية لهذه المدينة. أما السكان والأهالي كانوا دائما في داخل هذا القصر، لأن الأبواب الأربعة خاصة في عهد الاستعمار الفرنسي كانت تغلق. الذي بقي بعد ما يغلق الباب فهو يبقى خارج الحصن، وأن حتى المعتدي أو الغريب الذي يأتي إلى القصر لا يمكن له أن يلج إلى داخل القصر لأن الأبواب كلها في 4 مغلقة. مسجد القصر أو المسجد العتيق هو أول مسجد وضع بهذه البلدة. يتوسط القصر وتنتصب منارته لتتراءى من بعيد شامخة تحكي روايات وقصص عن العلم والعلماء الذين تداولوا على هذا الصرح، وهو ما ذكره الكاتب محمد الناصري الدرعي في رحلته الناصرية. السكان
كان الأصليين بنوا المسجد ثم بنوا المساكن، لأن المسجد هو مكان للعبادة، مكان للقاء، مكان للالتقاء، مكان للتجمع، ومكان لعابر السبيل. وإذا تكلمنا على أول مسجد فإننا نتكلم على من تعاقب على هذا المسجد، فهم علماء وعلماء، حتى أن سيدي محمد الناصري الدرعي المعروف برحلته الشهيرة الرحلة الناصرية، وهذه الرحلة في الحقيقة الناصرية أو الرحلة الناصرية كتبها عندما جال عين ماضي ومر بعين ماضي، وتكلم عن أشهر وأكبر وأعلم العلماء الذين كانوا يترددون على هذا المسجد. فإذا تكلمت عن أشهر وأقدم فإنني أتكلم عن أب شيخ الطريقة سيدي أحمد التجاني، سيدي محمد ابن أحمد ابن المختار ابن محمد ابن سالم، بمعنى أن هؤلاء المشايخ كانوا علماء، وأن جد شيخ سيدي أحمد التجاني اللي هو سيدي أحمد بن المختار هو كان من العلماء الكبار، تكلم عنه العياشي في حد ذاته، سيدي محمد بن سالم العياشي المعروف بالرحلة العياشية، تكلم عنه وقال أنه من أروع ومن أبرز ومن أكبر علماء هذه المنطقة، أي منطقة حين ماضي. فصلى في هذا المقام، في هذا المقام المبارك المسجد العتيق. ثم أن صاحب الطريقة التجانية سيدي أحمد أبي العباس التجاني صلى في هذا المكان الطاهر المبارك. الناصري في حد ذاته في الرحلة الناصرية عندما يتكلم عن عين ماضي يتكلم عن العلماء، بمعنى أن هذا المكان المبارك قد تعاقبت عليه عباقرة. قال يقول سيدي محمد الناصر يقول أن يحسنون الفقه ويحسنون القراءة ويحسنون اللغة ويحسنون أيضا شرح سيدي خليل، فمعنى أنه علماء كبار. أن حتى العياشي في حد ذاته يقول يا من مررت على عين ماضي شحت أذنك لمذاكرة أهلها، فإنهم يسألونك عن الفتيل وعن النقير وعن القطمير، فهي كلمات نجدها في القرآن الكريم، وهي هنا كنانة لدقائق الفهم في كثير من العلوم والفنون. كنت طفلا، كان هذا المسجد بالذات يمتلئ عن كامله من المصلين ومن المريدين ومن الذاكرين ومن التابعين وممن الذين يحسنون القرآن ويحفظون القرآن جيدا. أتكلم عن سيدي محمد بن داود المعروف سيدي داود، أتكلم عن سيدي أحمد العناية المعروف سيدي العالم، أتكلم عن سيدي الحاج حمني الدهسي، والدهسي هذا جده قبل الشيخ سيدي أحمد التجاني يسمى عبد الرحمن الدهسي، فهذا هو أيضا من العلماء الكبار. وأتكلم أيضا عن سيدي عبد الرحمن الدلسي، هو أيضا من العلماء الكبار. فهذه الشجرة المباركة أو هذه السلالة المباركة أو هؤلاء الذين تعاقبوا عن هذا المكان، معنى ذلك أنهم كانوا علماء ورعين، بل هم يحفظون القرآن الكريم، يحفظون سيدي خليل، ورعين في الفقه، ورعين في اللغة، بمعنى أن هذا المكان المبارك قد شهد من العلماء الكبار الذين كانوا يقومون بمدينة عين. كانت حلقات الذكر وكانت قراءة القرآن المباركة. وإذا تكلمت عن قراءة القرآن المباركة، أن أول من ترجم القرآن الكريم من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية كان في هذا المكان المبارك الذي هو معروف بالتيني العويسي، الذي ولد هنا وتتلمذ هنا وحفظ القرآن الكريم هنا في هذا المكان الطاهر، ثم سافر إلى المغرب، وأهالي المغرب يعرفون التيني العويسي جيدا، وسكان الأغواط خاصة كلهم يعرفون من هو التيني العويسي، والجزائريين يعرفون هذا لأنه ترجم القرآن الكريم وأول من ترجم القرآن الكريم. ثم نجد أيضا من العلماء محمد التجيني والطاهر التجيني وأحمد التجيني، هم أيضا علماء وفقهاء
ومن أكبر العلماء أيضا تتلمذوا في هذه المنارة وعاشوا في هذه المنارة، وكانت حلقات الذكر وحلقات الجماعة فكانت حياة اجتماعية، ما وراءها حياة اجتماعية، أي أنهم منشغلين كل الانشغال بالعلم وخاصة علوم القرآن وفنون اللغة وفنون الفقه. هذا المكان الطاهر هو في الحقيقة دعني أسميه أنه منارة من المنارات، وأيضا عاش منارات العلم من سكان وأهالي مدينة عين ماضي. ولربما إذا قلت أن منارة أنك حتى إذا صعدت إلى منارة المسجد في حد ذاته وكأنك تكون في قمة هذه المدينة وترى كل أطراف المدينة وما تحتوي هذه المدينة تحت عينيك، فهي نظرة ما وراءها نظرة تسر الناظرين. الشيخ سيدي أحمد التجاني أحد العلماء البارزين بالمنطقة والذي يعد منارة للعلم والعلماء، درس القرآن الكريم وحفظه في السابعة من العمر على يد الشيخ أبي عبد الله محمد بن حمو التجيني، وعرف العلامة أيضا بالعلم والصلاح والفضل. هؤلاء الشيوخ الذين درس عنهم منهم أبوه العالم الكبير سيدي أبو عبد الله سيدي محمد بن سيدي عيسى بن عكاس، هذا من أهل عين ماضي، وكذلك من الشيوخ الذين أخذ عنهم والده العالم الكبير سيدي محمد بن المختار، والعالم الثالث سيدي المبروك بن بوعافية التجيني من أهل عين ماضي، والعالم الرابع سيدي محمد بن حمو التجيني المضوي، درس عنهم الحفظ والتفسير ومبادئ في اللغة العربية والأداب والسيرة النبوية والحديث الشريف. ولما بلغ من العمر 15 عاما زوجه والداه حفظا على الشباب والتحصين كما يفعل أهل الصحراء من هذا المعنى، ذهب إلى المغرب فعاش فيها كذلك 17 عاما، وقد اجتمع بالعلماء ووقعت له مناظرة وأثبتت المناظرة قيمته العلمية حتى قربه العلماء هناك واعترفوا له بالمكانة وقام بها، ومن هناك انتشرت وبعث بالتلاميذ إلى إفريقيا وإلى شمال إفريقيا، هنا إلى تونس سيدي محمود التونسي سيدي إبراهيم الرياحي، وفي الجزائر سيدي الحاج علي التماسيلي وسيدي محمد بن مشري دفين عين ماضي، وفي مصر كذلك تلاميذ فنشروا الطريق هناك، وفي أفريقيا الشناقطة في موريتانيا وغيرها. وتمت حياة الشيخ رضي الله تعالى، فلما بلغ 80 بالتاريخ الهجري فاضت روحه رضي الله عنه، وكان قد أوصى بولديه أن يرجعا إلى عين ماضي ويعيشا فيها في الصحراء، لقال فيها يعيشون وفيها يفرحون. عين ماضي أو الباشا التي تبقى تلهج بالعلم والنور ما دام سيط علمائها متواصلا، ولله در القائل حين قال: ما الفخر إلا لأهل العلم هم، على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.